مشاهدينا الكرام، تنضم معنا من العاصمة البريطانية لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة مرحبا بك. يعني العام 2017 هو الأسوأ من حيث العنف والتهجير وتجنيد الأطفال، كيف تقرأين ذلك كحقوقية؟ يعني هذه الاعترافات من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حياكم الله حيا مشاهديكم الكرام. يعني الحقيقة ما ذكرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق يعني هو فقط شيء قليل مما تم توثيقه من جرائم حدثت في العراق خلال عام 2017. يعني إذا كانت مفوضية حقوق الإنسان قد اعتبرت يعني أن العام 2017 هو الأسوأ بالنسبة لأعداد الضحايا وتجنيد الأطفال، فهناك جرائم أكثر من هذا وقعت في العراق: الاعتقالات، التهجير، التشريد، التدمير للمدن، العمليات العسكرية، القصف العشوائي، الكثير الكثير، التفجيرات التي تضرب مناطق العراق المختلفة. يعني الكثير من يعني الجرائم يتم ارتكابها في العراق، ولم نسمع من مفوضية حقوق الإنسان إلا مجرد بعض البيانات الحقيقة التي لا تقارن من حيث أعدادها بتقارير أخرى صدرت عن منظمات أخرى ومراكز حقوقية كثيرة وثقت ما يجري في العراق من يعني سيل يعني انهار من الدماء مع الأسف الشديد. لماذا سكت المجتمع الدولي؟ لماذا يسكت عن هذه الجرائم التي شاركت فيها القوات الحكومية وميليشيا الحشد والبشمركة بالإضافة إلى تنظيم الدولة؟ المجتمع الدولي يعتبر يعني في نظرنا مشارك في هذه الجرائم، وهو يسكت عنها لأنه يعني لا يهمه يعني الحقيقة حياة العراقيين أو تضحياتهم أو ما يمرون به من محن ومآسي، المهم تحقيق أهدافهم. المسؤول الأول، وهذا بالنسبة يعني بنظر المجتمع الدولي، هو الحكومة العراقية، هي التي يجب أن تنتبه وتراعي حقوق الإنسان وتراعي وتحاسب مرتكبي الجرائم في العراق. إذا كانت الحكومة العراقية خاضعة للإرادات الدولية وخاضعة للإرادات الأجنبية وتنفذ أهدافهم في العراق، فمن سوف يعنيه هذا الأمر وحقوق الإنسان في العراق؟ فيما يخص تجنيد الأطفال دكتورة فاطمة، يعني عندما تقوم الولايات المتحدة برفع اسم العراق من قائمة تجنيد الأطفال وعدم محاسبة ميليشيا الحشد، يعني كيف تقيمين ذلك الموقف الأمريكي؟ نعم، مع الأسف الشديد يعني قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم العراق من سلسلة من قائمة مرتكبي الانتهاكات وتجنيد الأطفال في يعني في العالم، وهذا بالطبع يعني قد شجع الميليشيات على يعني أن تقوم بعمليات تجنيد منظمة للأطفال لاستخدامهم في خلال الحروب. ونحن نعرف أن الكثير من الميليشيات في العراق يعني كانت يعني علنا وعلى رؤوس الأشهاد يعني تجند الأطفال، حتى أن كريم النوري المتحدث باسم الحشد الشعبي كان يعني يسوق من خلال الدعاية لابنه أنه أحد من ينتمون إلى الميليشيات، وهو لا زال طفل ويعني غير مسموح لأمثاله في مثل هذا العمر بالانضمام إلى صفوف ميليشيات أو قوات مسلحة ويحمل السلاح. إذن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر لمثل هؤلاء أن تسول لهم نفسهم من أجل القيام بعمليات تجنيد للأطفال. يعني رغم الثروات التي يتمتع بها العراق، بينما هو يتصدر يعني تصنيفات أكثر البلدان فسادا وأكثر البلدان سوءا في الخدمات، وكذلك يتصدر أكثر البلدان انحدارا بمستوى التعليم، يعني لماذا يراد إبقاء العراق ضمن هذا المستوى؟ نعم بالتأكيد، يعني من أهم أهداف
أي تدخل أجنبي سواء عن طريق الاحتلال أو عن طريق السيطرة على مصادر القرار في أي دولة، هو تجهيل ويعني الشعوب هذه الدول. أسهل طريقة هو أن يعني تمنع الموارد عن أبناء والشعب وأن تجهله، بهذه الطريقة يضمنون تبعية الشعب للحكومة وبالتالي للإيرادات الأجنبية التي يعني تقوم الحكومة بتنفيذ أهدافها. تجهيل الشعب العراقي يعني يدخل في إطار يعني تجنيد الشعب العراقي في الحقيقة لأجل أن يبقى جاهلاً، لا يعي لحقوقه، لا يعي لما يدور في العالم، وبالتالي يسهل انقياده والسيطرة عليه ويعني تنفيذ الأهداف في المنطقة. وأما يعني موارد العراق، والعراق يعيش في هذا الفقر المدقع، الحقيقة يعني هذا هو هدف تسعى له الدول الأجنبية من أجل أن تفرض سيطرتها على العراقيين. يعني الفساد المستشري في العراق، ونقصد هنا الفساد الحكومي وليس يعني أي شخص آخر، الحكومة فاسدة من أصلها وتعمد إلى تبذير وصرف هذه الموارد المهمة في العراق في جيوبهم، أما أن تضعها في جيوبهم أو تصرفها في نواحي أخرى تخدم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العراق. من العاصمة البريطانية لندن، الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.